السلام عليكم متتبعي قناة جيو سبور، مرحبا بكم. قال الصحفي فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي على تويتر إن نادي باريس سان جيرمان يناقش التعاقد مع جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، ويستعد باريس سان جيرمان لإقالة المدرب كريستوف غالتشير في الأيام القليلة القادمة. وأكد رومانو أن باريس سان جيرمان يضع ناغلسمان على رأس أولوياته لتدريب الفريق، وقد يكون الأسبوع المقبل حاسم في عملية التوقيع معه. وأضاف المصدر أن النادي الباريسي لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن حول التوقيع مع ناغلسمان. يذكر أن لويس إنريكي أيضا ضمن أولويات النادي الباريسي.